اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. في حلقه النهارده هناخد تمثيل الانظمه الميكانيكيه بالستيت سبيس، وان شاء الله هناخد اربع امثله مهمه. عموما اخدنا الستيت سبيس ريبريزنتيشن قبل كده، بيبقى اتنين ايكويشن، ستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن، وزي ما شرحنا قبل كده بالتفصيل الممل في الحلقات السابقة مفيش اختلاف. قبل ما نبدأ أول مثال، احنا شرحنا الموديلينج بتاع الميكانيكال سيستم في فيديوهات كتير في السلسلة، اتمنى ان انت تشوفها الأول قبل ما تسمع حلقة النهاردة عشان تبقى فاهم الموضوع بالتفصيل. نبدأ بأول مثال. عندنا نظام ميكانيكي بسيط بيحتوي على الثلاث كومبوننت الأساسية اللي هي الماس والدمبر والسبرينج. عندي قوة بتأثر على الكتلة. تعال نفرض الإزاحات على الرسم زي ما اتعلمنا قبل كده، هنا حائل يبقى الإزاحة هنا هتبقى زيرو. هعدي سبرينج، الإزاحة قبل السبرينج لا تساوي بعده، يبقى هنا عندي إكس. هعدي الكتلة الناحية التانية هتبقى في إزاحة، هنا هتبقى نفس الإزاحة لأن قبل تساوي بعد خاصة بالكتلة. وقتها ممكن أجي في المنتصف أقول دي إزاحة. هاجي للدمبر تحت هنا جنب الحائل هيبقى إزاحة زيرو. هاجي الطرف التاني هيبقى إزاحة مختلفة. طب لو رحنا لنفس الكتلة، النقطة اللي فوق هي نفس النقطة اللي تحت، لأن نفس الكتلة الإزاحة عند أي نقطة قبل الكتلة ثابت، فبالتالي الإزاحة هنا هتبقى برضو X، يبقى عندي الإزاحة 0 والإزاحة X، يبقى السيستم كله بيتحرك بإزاحة وحيدة X. ولو رحت وكتبت سنجل إيكويشن زي ما احنا خدنا قبل كده، الإزاحة قلنا اللي هيتحركها السيستم هي X، يبقى بقول الإمبيدنس في X كابيتال في S بتساوي الفورس عندي المطبقة على السيستم. أنا هشتغل على S دومين طبعا، يبقى هقول كده X كابيتال مضروبة في قوس بتساوي اف كابيتال. الاف كابيتال هنا طبعا والاكس كابيتال بيتمثل لابلاس فورم. عندنا اول حاجة الكتلة هنا تبقى ام اس تربيع زائد. عندي الدمبر هيبقى طبعا انا كاتب لك الامبيدنس هنا من السلايدات او من الفيديوهات اللي قبل كده، بتبقى عندي اف في اس، ده الدمبر هنا زائد السبرينج عندي بيبقى كي فقط، يبقى دي الامبيدنس التوتال اللي موجودة في السيستم عندي بتساوي اف كابيتال اوف اس. قلنا انا بشتغل لابلاس فورم. عشان احول المعادله دي لستيت سبيس لازم احولها لمعادله تفاضليه، فهبتدي اضرب الاكس في كل حد او كل ترم اللي موجود في القوس. هضرب بالشكل ده واحول الاس لتفاضل زي ما احنا شايفين كده، وطبعا كل الرموز هتتحول سمول ما عدا الثوابت الخاصه بالكومبوننت موجوده في السيستم. هنا انا شغال على التايم دومين او ديفرنشال ايكويشن. دي ديفرنشال ايكويشن، الاوتبوت هو اكس والانبوت هو اف، تفاضلات الاوتبوت على الشمال والانبوت تفاضلاته على اليمين. عندي اعلى تفاضل للاوتبوت هو اكس دبل دوت، هيبقى عندي اتنين ستيت. وعشان اشتغل على الديفرنشال ايكويشن لازم يبقى معامل اعلى تفاضل للاوتبوت يبقى بواحد، لازم اكس دبل دوت هي اعلى تفاضل معاملها يبقى بواحد، فانا هخلي المعامل هنا ده بواحد، فهقسم المعادله كلها يسارا ويمينا على ام، تطلع بالشكل القدامي ده، بقت المعادله كده. زي ما اتعلمنا قبل كده عشان افرض الستيت عندي اعلى تفاضل هي اكس دبل دوت، يبقى بالتالي عندي اتنين ستيت. حتى في حاله وجود الاكس والاكس دوت او عدم وجودهم، طول ما في اعلى تفاضل للاوتبوت اتنين يبقى عندي اتنين ستيت. اول ستيت اسمها اكس واحد هفرضها باكس اللي هي بالاوتبوت زي ما اتعلمنا، اما اكس اتنين هي تفاضل الاوتبوت. هفاضل الترم اللي على الشمال ده، الجزء اللي على الشمال ده هفاضله ناحيه اليمين. طب قبل ما افاضل، مش اكس هي الازاحه؟ طب واكس دوت هي تفاضل الإزاحة، وتفاضل الإزاحة هو سرعة، يبقى V. عشان أنا شغال ميكانيكال سيستم، الإكس X هي الديسبليسمنت والV هي الفلوستي بتاعت الموشن. هبتدي أفاضل المعادلات اللي على الشمال دي أفاضلها ناحية اليمين، يبقى إكس واحد دوت بتساوي إكس دوت. طب إكس دوت بتساوي إيه من هنا؟ بتساوي إكس اتنين. هروح للمعادلة التانية، يبقى إكس اتنين دوت هتبقى إكس دبل دوت. إكس دبل دوت هجيبها من فين؟ من المعادلة اللي فوق. هتجيبها من اللي فوق، عشان كده أنا قلت لك لازم يبقى معامل اكس دبل دوت بواحد، عشان اقول اكس دبل دوت من هنا بيساوي الترمات دي واديها الناحيه الثانيه او ناحيه اليمين باشاره سلب، تطلع بالشكل القدامي ده. طيب هشيل اكس واكس دوت بالستيت عندي، تطلع بالشكل اللي قدامنا ده، وهشيل اف واحطها بيو. الاف هي الفورس كانبوت، انا هحطها بيو كانبوت في الستيت ايكويشن. عندي الواي بتساوي اكس، هو بيقول ان الاوتبوت انا عايزه كازاحه اللي هو الديسبليسمنت عندي. طب اكس بتساوي ايه؟ اكس واحد. طب هو لو عايز الاوتبوت في، في اللي هي الفيلوستي بتساوي اكس 2. وبالتالي دي معادلات الستيت ايكويشن عندي، لازم
تفاضلات الستيتس تبقى داله في الستيتس كلها. عندي اتنين ستيت اكس 1 واكس 2، يبقى اكس 1 دوت تبقى داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت، اكس 2 دوت تبقى داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت، لازم يبقى الواي داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت. هعيد ترتيب المعادلات زي ما انا قلت، وهبدأ من اكس 1 اكس 2 والانبوت، واي ترم مش موجود بحط المعامل بتاعه بزيرو، وابتدي احط المعادلات دي في ماتريكس فورم بالشكل ده. اكس 1 دوت اكس 2 دوت تتحط هنا، اكس 1 اكس 2 تتحط هنا، وباقي الكومبوننت او باقي العناصر اللي هنا احطها هنا في الماتريكس ايه، اليوم مضروبه في زيرو والثابت ده احطها هنا، يبقى عندي دي البي ماتريكس. وما انساش اعرف له الفيكتور بتاعتي، اقول له ان اكس 1 اكس 2 الفيكتور اللي هنا ده عباره عن اكس وفي، زي ما انا فارض في بدايه المساله اكس 1 دوت واكس 2 دوت هي عباره عن اكس دوت وفي دوت، زي ما انا برضو فرضت ناحيه اليمين، او هو تفاضل الفيكتور اللي فوق مباشره. خلي بالك ممكن اكس 1 اكس 2 دي اشيلها واحط اكس سمول كفيكتور، واكس 1 دوت اكس 2 دوت اشيلها واحط اكس كده سمول دوت كفيكتور. فهنا مش هعملها ليه؟ لان خلي بالك في رمز في المساله اسمه اكس، هو ديسبليسمنت، فما ينفعش احط هنا اكس واكس دوت، هيبقى كده في كونفليكت للمين للمفهوم بتاع المساله. نروح للاوتبوت، الواي بتساوي اكس، طب ما اكس بتساوي اكس 1 من الفروض بتاعتي، احطها في معادله عشان احولها لماتريكس 4. يلا كده اكس 1 مضروبه في 1 واحط اكس 2 0، واليوم مضروبه في 0 واحطها في ماتريكس فورم بالشكل ده. اليوم مضروبه في 0 مش بكتبها هنا، واقول له ان الدي ب 0 عندي والسي ماتريكس بالشكل اللي قدامي ده. نروح لمثال 2. مثال 2 قدامي بيقول لي فايند ذا ستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن. بيقول لي افرض ان اكس 1 بيساوي اكس واكس 2 بتساوي في، وبيقول لي ان الاوتبوت هي اكس. طب نبص على المساله، هو فرض ازاحه وحيده على الكتله، يبقى انا عندي دمبر وكتله وسبرينج وفرض ازاحه وحيده. لازم اعمل تشيك على المساله، هل فعلا في ازاحه واحده ولا في اكتر من ازاحه؟ هنبتدي نفرض الازاحات زي ما احنا اتعلمنا. يبقى هنا هنبدا من على الشمال، ده عباره عن حائل الازاحه عنده زيرو، اعدي الدمبر تبقى عندي اكس، قلت اكس عشان اصلا هو كان فرض اكس هنا، اعدي الكتله تبقى هنا اكس، يبقى الكتله عندي في المنتصف تتحرك بازاحه اكس. هعدي السبرينج تبقى ازاحه مختلفه تماما هسميها زد. طبعا هنا الازاحات ابعد عن المسميات بتاعت الستيتس فاريبل، هو مسمي اكس 1 واكس 2 كستيت فاريبل، فانا ما افرضش الازاحات عندي اكس 1 واكس 2، الكلام ده خطا، لازم افرض رموز مختلفه وليكن اكس وزد. فقلنا هنعدي السبرنج هيبقى عندي زد، يبقى عندي كام ازاحه على الراس؟ ازاحتين وليست ازاحه. هبتدي اروح عندي للفروض، بس قبل ما اروح للفروض خلي بالك هنا انا فرضت الازاحه زد هنا عشان عند نقطه تاثير القوه دايما يوجد ازاحه، والازاحه قبل السبرنج لا تساوي بعده، فهنا اكس هنا زد، تمام؟ طيب نروح للمعادلات الاول بتاعتنا، بنجيب المعادلات للسيستم ده ازاي؟ اول حاجه بيبقى عندي ازاحتين زي ما قلنا، انا هشيل القيم واحط الرموز، انا هشتغل على طريقه الرموز، يبقى اقول الكتله دي ام والسبرنج كي والدمبر ده اف في، ايا كان الرموز اللي هتستخدمه. عندي ازاحتين يبقى معادلتين في متغيرين، هقول المتغير الاول اكس والمتغير الثاني زد، ومعادلتين في متغيرين، بحط اكس كابيتال وزد كابيتال زي ما احنا اتعلمنا، وادي اكس كابيتال وزد. هنا دايما اكس كابيتال في معادله اكس بيتحط قوس موجب، عندي هنا زد كابيتال في معادله زد يبقى قوس موجب، والاقواس الباقيه بتبقى هنا سالبه. نبتدي بعد كده نروح تاني نقول اكس في معادله اكس، اكس كابيتال في معادله اكس، مين الامبيدنس المشترك مع اكس؟ بص كده ايه الامبيدنس الموجود على الرسم فوق منها ازاحه اكس، هنلقى هنا الكتله عليها اكس، الدمبر ده بيتاثر باكس، السبرنج ده بيتاثر باكس، يبقى عندي مين الثلاثه كومبوننت الاساسيين، يبقى الكتله ام اس تربيع والدمبر اف في اس زائد كي، ده كله بيتاثر بالازاحه اكس. قلنا في المعادله الاولانيه انا عايز الفورس اللي بتاثر عند اكس، هل في فورس بتاثر عند الازاحه اكس؟ لا طبعا، فهيبقى هنا زيرو. اروح للمعادله الثانيه اللي هي زد كابيتال في معادله زد، انا عايز الامبيدنس الموجوده في القوس ده، هجيبها ازاي؟ بص كده على الرسم، ايه اللي بيتاثر بزد؟ مفيش غير السبرنج ده فقط بيتاثر بزد، احد طرفيه بزد. الكومبوننت اذا كان بيتاثر احد طرفيه بازاحه بيتم وضعها مع الازاحه، مش شرط يبقى الطرفين يتاثروا بنفس الازاحه. هنا سبرنج في المره الاولى كان بيتاثر باكس حطيته مع اكس، المره الثانيه السبرنج بيتاثر مع زد هحطه مع زد. هبتدي اقول ان السبرنج فقط بس هو اللي موجود مع زد، هروح اقول هل في قوه بتاثر عند زد عند الازاحه اللي اسمها زد؟ في اف، يبقى تتحط مع المعادله الثانيه لان المعادله الثانيه خاصه بزد زي ما احنا اتعلمنا. هبتدي اجيب المشترك، ما ابصش على الرسمه خلاص، المشترك ابص على القطر هنا، ايه المشترك بين القوسين دول؟ اكس، يبقى مباشره احط هنا زي ما انت شايف الانيميشن كده المشترك اكس، احط هنا
سوري كي، احط هنا مباشرة اللي موجود هنا بعمل له ايه؟ ميرور، يبقى هنا، يبقى هنا برضو عندي كي. انا طلعت المعادلات، بقيت المعادلات عندي بالشكل ده. هو في الحقيقة مش مدهن رموز، احولها له القيم تاني، اشيل ام واف في وكي بالقيم اللي كانت على الرسم واعوض. هبتدي احول المعادلات دي للتايم دومين، احولها للديفرنشال ايكويشن زي ما انت شايف كده. ركز معايا كده، الموضوع بقي اصعب شويه من المثال اللي فات. ليه؟ هنا المعادله الاولى فيها متغيرين اسمه اكس وزد، المعادله الثانيه فيها متغيرين اكس وزد. طب ما هتقول لي واف متغير؟ لا، ده الانبوت، الانبوت مش بيأثر معايا في الفروض. هبص للمعادله الاولى، الازاحه الاولى اللي اسمها اكس، اعلى تفاضل اكس دبل دوت. في نفس التوقيت هبص للمعادله الثانيه، اعلى تفاضل لاكس ايه هنا؟ مفيش تفاضل. يبقى دايما عشان افرض الاستيتس بتاعتي هبص عندي كام متغير؟ متغيرين اكس وزد، امسك متغير متغير، امسك زد اكس ده اعلى تفاضل ليه في المعادلتين في نفس التوقيت. المعادله الاولى اعلى تفاضل اكس دبل دوت، المعادله الثانيه ما لهوش تفاضل، تمام؟ وبالتالي هاخد اعلى تفاضل من المعادلتين هنا الاكس، يبقى اكس دبل دوت. طول ما هي اكس اكس دبل دوت يبقى عندي اتنين ستيت خاصين باكس. هروح للمتغير اللي اسمه زد، هنا عندي زد وهنا زد، اعلى تفاضل لزد في المعادلتين هو ايه؟ لا يوجد تفاضل لزد اصلا، وبالتالي لا يوجد ستيت لزد، يعني انا مش هفرض ستيت فاريبل لزد. ليه؟ لان مفيش تفاضلات لزد. احنا قلنا ان اعلى تفاضل بيعبر عن عدد الستيتس فاريبل اللي بفرضها. رحنا الاكس في المعادلتين في نفس التوقيت، هبص اكس دبل دوت اعلى تفاضل في المعادلتين في ان واحد، يبقى كده عندي اتنين ستيت فاريبلز خاصين باكس فقط. هروح لزد، طب زد هنا مفيش تفاضل او اعلى تفاضل لزد في المعادلتين لا يوجد، وبالتالي لا يوجد ستيت فاريبل لزد. هبتدي اروح لمعادلاتي، هاخد المعادلات زي ما هي كده، هبتدي افرض الاستيتس. قلنا كام ستيت للمعادلتين دول؟ اتنين ستيت، اكس واحد واكس اتنين. هبتدي افرض ان اكس واحد بتساوي اكس واكس اتنين بيساوي اكس دوت. طب مش احنا قلنا اكس دوت هي تفاضل الديسبليسمنت، يعني سرعة، تبقى في الجزئية اللي على الشمال دي افاضلها ناحية اليمين. هقول اكس واحد دوت بيساوي اكس دوت التفاضل دي، ما اكس دوت بتساوي ايه هنا؟ اكس اتنين. هروح للمعادلة التانية، اكس 2 دوت بتساوي اكس دبل دوت. طب اكس دبل دوت اجيبها منين؟ اجيبها من اول معادله، وعشان اجيبها من اول معادله اكس دبل دوت انت محتاجها، تمام. طب اكس دوت هي ستيت، طب اكس هي ستيت، طب زد هي مش ستيت اصلا، مش متعرفه كستيت، يبقى لازم تتشال من المعادله. اشيلها ازاي؟ بص للمعادله الثانيه، ادي زد من المعادله الثانيه، فيها اف كانبوت مش هتعمل لي مشكله، بس فيها اكس، اكس ده ستيت، يبقى اروح للمعادله الثانيه اجيب منها زد، واروح ارجع تاني اعوض بيها في المعادله الاولى. هجيب زد من المعادلة التانية تطلع بالشكل ده، هرجع للمعادلة الأولى هشيل منها زد وأعوض عنها تطلع بالشكل ده، تمام. دي المعادلة الأولى أهي، المعادلة الأولى هرجع تاني أعمل إيه؟ أعوض عن زد عندي بالمعادلة دي، أشيلها وأعوض عنها، هبتدي أفكها. وأثناء الفكة برضو ركز معايا كده، أعلى تفاضل هنا إكس دبل دوت لازم يبقى معامله بواحد، فأنا هبتدي أعوض وفي نفس الوقت أخلي المعامل ده بواحد، يعني أقسم المعادلة كلها على خمسة تطلع بالشكل النهائي اللي قدامك ده. يلا هات من المعادله دي اكس دبل دوت، ودي الترمز دي الناحيه الثانيه بسالب تطلع بالشكل ده. خدت بالك هنا اكس دوت واف؟ طب اكس دوت عباره عن ايه؟ اكس 2 والاف هي الانبوت عباره عن يو، تطلع بالشكل ده، وبالتالي هنا زد مش عامله لي مشكله في المساله، تمام، لان قلنا مش هتعبر عن اي ستيت، ملهاش فروض من ناحيه الستيت فاريبل. فبالتالي فعلا عن طريق المعادله الثانيه انا شلتها وحطيت، وطلع الحل النهائي ان اكس 2 دوت ده اللي في اكس 1 واكس 2 والانبوت فقط. هروح للاوتبوت، هو الاوتبوت محتاجه اكس، طب اكس عباره عن ايه؟ اكس واحد. طب لو كان الاوتبوت محتاجه في يبقى تبقى اكس اتنين. هنا هرجع اعيد ترتيب المعادلات، يبقى اكس واحد دوت تبقى داله في الستيتس اكس واحد واكس اتنين والانبوت، اكس اتنين دوت تبقى داله في اكس واحد واكس اتنين والانبوت، والواي تبقى داله عندي في مين؟ هي بتساوي اكس واحد، تبقى داله في اكس واحد واكس اتنين والانبوت. هعيد ترتيب المعادلات بالشكل ده، كل الترمز اللي مش موجوده احط زيروز، والترتيب يبقى اكس 1 اكس 2 الانبوت بعدها. هحطها في الماتريكس فورم بالشكل ده، تمام. هبتدي اقول ان اكس 1 اكس 2 ده عباره عن فيكتور اكس وفي، وعندي اكس 1 دوت واكس 2 دوت عباره عن تفاضل الفيكتور اللي فوق. وما انساش كمان زي ما قلنا ان الواي اكس 1 اللي هي اصلا ديسبليسمنت الاكس اللي هو محتاجها، احطها في الماتريكس فورم تطلع بالشكل ده، مفيش اي مشكله عندنا.
وما انساش اقول له ان اليو بتساوي اف اللي هي الفورس عندي، اليو اللي هي خاصه بالانبوت بتاع الستيت ايكويشن. هروح للمثال الثالث. المثال الثالث عندي سهل وبسيط ما فيهوش مشكله، بنفس الكونسيبت اللي انا شرحت بيه مثال اتنين هنشتغل على المثال التالت. عندنا برضو عايز الستيت ايكويشن الاوتبوت ايكويشن، بيقول لك اختار الستيت فاريبلز عباره عن اكس 1 وفي 1 اكس 2 في 2، وبيقول لك الاوتبوت عباره عن في 2. هنبص على الرسم هنا، هنلاقي هنا هو فرض اكس 1 واكس 2. تعال نعمل تشيك على الازاحات اللي هو فرضها. نمشي من على الشمال، عندي هنا الدمبر مثبت في حال، يبقى الازاحه زيرو. بعد الدمبر تبقى اكس 1، خدت اكس 1 عشان هنا اكس 1. طب قبل الكتله بتساوي بعدها، يبقى هنا اكس 1 ونفسها هي الكتله هتتحرك باكس 1. هعدل سبرنج تبقى كام؟ اكس 2، والكتله اصلا باكس 2، يبقى بعد الكتله برضه باكس 2. يبقى فعلا السيستم ليه ازاحتين فقط لا غير. وما انساش هنا، خلي بالك فريكشن ليست، يعني ما عنديش فريكشن. لو في فريكشن في المساله زي ما خدنا في الموديلنج بتاع الميكانيكال سيستم، بيتعامل معامله الدمبر عشان ده بيفرق معاك في المعادلات. هنبتدي نروح نعمل المعادلات بتاعتنا اكس 1 واكس 2، دول الديسبيسمنت او المتغيرين الموجودين في الرسم. يبقى عندي معادلتين في المتغيرين اكس 1 واكس 2. قلنا ان القطر دايما بيبقى اقواسه موجبه، باقي الاقواس تبقى بالسالب. وهقول ان عايز اكس 1 في اكس 1 اخد كل الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1. بص على الرسم هتلاقي الكتله بتتاثر باكس 1 ام 1، ومعايا الدمبر كمان بتاثر باكس 1، وعندي سبرنج كمان بتاثر باكس 1. خلي بالك الدمبر هو مديك الرمز دي، يبقى تبقى الامبيدنس بتاعته دي في اس. الثلاثه هيتجمعوا اهو زي ما انت شايف كده، كل واحد الامبيدنس الخاصه بيه. هروح للفورس هنا، هل في فورس عند اكس 1؟ لا، لا توجد فورس عند اكس 1، يبقى بزيرو. اروح لاكس 2، في معادله اكس 2 يبقى احط الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 2، عند الكتله ام 2 وعندي السبرنج فقط لا غير، يبقى ام 2 اس تربيع، بص المعادله هنا، زائد كي. تمام، هل في فورس بتاثر عند اكس 2؟ اه يوجد فورس اف. ابص للقوسين في نفس التوقيت اللي في القطر، مفيش حاجه مشتركه غير كي. تمام، احط هنا كي واحط هنا كي. طبعا الحاجات المشتركه بتتحط بين القوسين عشان ممكن يبقى اكتر من ترم، يعني ممكن يبقوا ترمين مشتركين يتحطوا بين القوسين والبره كلهم مضروبين في سالب، وهنا نفس النظام مضروبين في سالب بره، طبقا للاقواس والاشارات اللي انا شرحتها في البدايه. يلا كده هنحول المعادلات دي لمعادلات تفاضليه بالشكل ده. ابص هنا للمعادلتين في نفس التوقيت، عندي كام متغير؟ اكس 1 واكس 2 متغيرين. هبص للمعادلتين في نفس التوقيت، اعلى تفاضل لاكس 1 اللي هو اكس كام؟ اكس 1 دبل دوت. طب هنا ما فيش، يبقى اكس 1 دبل دوت اعلى تفاضل لاكس 1، يبقى في عندي 2 ستيت خاصين باكس 1. طب اروح لاكس 2 في المعادلتين، عندي هنا اكس 2 ما لهاش تفاضل، وهنا اكس 2 اعلى تفاضل ليها، يبقى التفاضل الثاني. يبقى عندي اعلى تفاضل لاكس 2 هو 2، يبقى عندي 2 ستيت خاصين باكس 2. يبقى الاجمالي بتاع السيستم 2 ستيت خاصين باكس 1 و2 ستيت خاصين باكس 2. طيب اكس 1 دبل دوت اجيبها منين؟ من اول معادله، يبقى لازم اول معاملها يبقى بواحد. تمام، فانا مسكت اول معادله وخليت معامل اكس 1 دبل دوت بواحد، وقسمت المعادله كلها على ام 1. اروح للمعادله الثانيه، هنلقى اكس 2 دبل دوت معاملها ام 2، لازم يبقى معاملها بواحد، فبقسم المعادله كلها على ام 2، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يبقى دي المعادلتين النهائيين اللي هشتغل عليهم زي ما قلنا الفروض بتاعتي. يلا كده، عندي اكس 1 اعلى تفاضل ليها 2، يبقى عندي 2 ستيت خاصين باكس 1. يلا، مش هينفع افرض هنا الستيت بتاعتي اكس 1 واكس 2 واكس 3 وهكذا، مش هينفع لان الرموز مستخدمه في المعادله. هفترض رموز جديده خاصه بزد، يبقى هقول كده الستيت فاريبلز اسميها زد. تمام، يبقى زد 1 عباره عن الاوتبوت اللي اسمه اكس 1، مش اكس 1 ده اوتبوت، يبقى اكس 1. يبقى زد 2 عباره عن ايه؟ اكس 1 دوت. يبقى انا خلصت الاثنين ستيت اللي خاصين بالاكس 1 دبل دوت. تاني، يبقى اكس 1 دبل دوت ده اعلى تفاضل خاص باكس 1، يبقى اخترت 2 ستيت، يبقى اكس زد 1 وزد 2. زد 1 بيساوي الاوتبوت اكس 1، وزد 2 تفاضل الاوتبوت اكس 1. هبتدي اخد المعادلات دي اعمل ايه؟ افاضلها. بس قبل ما افاضل تعالى نكمل. اكس 1 دوت اصلا عباره عن ايه؟ مش اكس 1 عباره عن ديسبيسمنت 1، يبقى عباره عن في 1، يبقى اكس 1 دوت عباره عن في 1. نكمل التفاضلات عندي، نروح لاكس 2. اكس 2 عندي هنا اعلى تفاضل، قلنا التفاضل الثاني، يبقى اكس 2 دبل دوت ده اعلى تفاضل لاكس 2. يبقى هفترض هكمل الستيتس فاريبل على طول مباشره، بادئ بزد 1 اللي بعده يبقى زد 3. زد 3 هتساوي الاوتبوت الخاص باكس 2، يبقى اكس 2 فقط. طب زد 4،
زد 4 بتساوي تفاضل الاوتبوت اكس 2، وبالتالي اكس 2 دبل دوت هيبقى ليها 2 ستيت اللي هو زد 3 وزد 4. تمام، هبتدي اقول ان اكس 2 دوت عباره عن ايه؟ دي عباره عن تفاضل الديسبليسمنت اللي فوق وتفاضل الديسبليسمنت يبقى في 2. شايف الجزء اللي على الشمال؟ هبتدي افاضله ناحيه اليمين. يلا نفاضل زد 1 بتساوي اكس 1 دوت. طب ما اكس 1 دوت بتساوي ايه من تحت؟ بتعوض عنها عن طريق الستيت فاريبلز، ما تتلخبطش. يبقى تبقى عندي بزد 2. هروح لزد 2 دوت بتساوي ايه؟ اكس 1 دبل دوت. طب اكس 1 دبل دوت اجيبها منين؟ من اول معادله. عشان كده قلت لك لازم معاملها يبقى بواحد. ليه؟ معاملها بواحد يعني اودي باقي الترمز دي كلها ناحيه اليمين باشاره سلب. وديتهم كلهم باشاره سلبه زي ما انت شايف. تعال نعوض كده، اكس 1 عباره عن مين؟ زد 1. طب اكس 1 دوت بزد 2. طب اكس 2 من تحت بزد 3. يبقى عوضت عنها بدلاله الستيتس فاريبلز زد. خلاص؟ هروح للمعادلات الباقيه. يلا زد 3 عندي دوت بتساوي ايه؟ اكس 2 دوت. طب ما اكس 2 دوت بتيجي من تحت عباره عن زد 4. هنفضل زد 4 دوت هتبقى باكس 2 دبل دوت، سوري دي تبقى اكس 2 دبل دوت. اكس 2 دبل دوت اجيبها منين؟ من المعادله الثانيه. بصوا كده اهي، وابقي واودي باقي الترمز دي كلها الناحيه الثانيه باشاره سلب. عوض عن اكس 1 واكس 2 بدلاله الستيت فاريبلز عندي زد 1 وزد 2، واشيل الاف واخليها يو كانبوت. تمام، اروح للاوتبوت عندي. هو طالب الاوتبوت عباره عن في 2. طب في 2 بيساوي ايه؟ زد 4. يبقى ما تلخبطش تاني، زد 1 لزد 4 هي الستيت فاريبلز، اما اكس 1 واكس 2 هي عباره عن ديسبليسمنت. يلا كده هنروح نرتب المعادلات. يعني انا زد 1 دوت اهي لغايه زد 4 دوت، ده تفاضل الستيتس. هعيد كتابه المعادله بدلاله الستيتس، يعني زد 1 دوت تبقى داله في زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4 والانبوت يو. زد 2 دوت تبقى داله في باقي الكلام اللي انا قلته كله، نفس النظام مع زد 3 وزد 4 دوت. زي ما انت شايف كده الترمز اللي مش موجوده حطيت زيرو، وقلت كده زد 1 لزد 4 عباره عن ايه؟ الستيت فيكتور ده اللي انا فرضه، ده الفروض ناحيه الشمال. التفاضلات دي بتساوي تفاضلات الفيكتور اللي فوق. يلا نحطها في الماتريكس فورم تطلع بالشكل ده. يبقى الستيت فيكتور اللي هو زد تفاضل الستيت فيكتور اللي هو اللي قدامك ده. على فكره ممكن الفيكتور ده اشيله كله احطه مكانه زد سمول، مفيش مشكله، تبقى هنا صحيحه. هشيل الفيكتور ده كله احط مكانه زد دوت، صح. يلا الاوتبوت عباره عن في 2، وفي 2 عباره عن زد 4 اللي جبناها في السلايد الاولاني الخاص بالمساله. يبقى احطها في زد 1 لزد 4 والانبوت، يبقى زد 4 معاها 1 والباقي كله زيروز. يبقى زد 4 يبقى معاها 1، ده السي ماتريكس، والدي هنا بزيرو. وبكده انتهينا من مثال 3. انا هسيب لكم اكسرسايز بسيط. المره دي هيدينا سيستم بالشكل ده. طبعا هو مديك الفروض هنا، بيقول لك اختار الستيت فاريبلز بالشكل ده، ممكن ما يقولكش الكلام ده. انت لازم تلتزم بخطوات الحل زي ما انا شرحتها في مثال 2. هنا هديك ثلاث معادلات تفاضليه. لو انت فهمت المعادلتين التفاضليتين في متغيرين، بالتالي هتقدر تحل اي عدد من المعادلات في اي عدد من المتغيرات باي نمبر من التفاضلات. يبقى تاني، هنا هيبقى عندي ثلاث معادلات تفاضليه وعندي ثلاث ازاحات. يبقى ابص بالنسبه لاكس 1 في الثلاث معادلات في نفس التوقيت واشوف اعلى تفاضل. هبص بالنسبه لاكس 2 في الثلاث معادلات في نفس التوقيت واشوف اعلى تفاضل. هبص لاكس 3 في الثلاث معادلات في نفس التوقيت واشوف اعلى تفاضل. كل اعلى تفاضل خاص بكل ازاحه منهم بيحدد عدد الستيتس الخاصه بيه، وبالتالي هقدر اشوف الستيت فاريبل اللي موجوده في السيستم افرضها ازاي. تمام، هو مديك الفروض هنا وبيقول لك التزم بالفروض دي، والاوتبوت مديهولك اكس 3. اكس 3 كاوتبوت. انا فرضت لك الازاحات على الرسم اهو زي ما انت شايف كده، زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، وحطيت لك الماتريكس فورم اهو اللي هو ستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن. طبعا زي ما قلنا هنا ما تنفعش تبقى اكس، لان اكس عندي مستخدمه في المساله، لان اكس 1 واكس 2 واكس 3 مستخدمه كازاحه. استخدمت متغير جديد اسمه زد، وهنا زد وزد دوت، وقلنا انا معرف لك زد اهو والزد دوت، وده الحل النهائي. حاول تحلها في البيت. هو اصلا عايز الاوتبوت يبقى اكس 3. طب ما اكس 3 فين العنصر الخامس هنا مع زد؟ يبقى ادي زد العنصر الخامس، يبقى احط فيه واحد هنا مع السي ماتريكس. عد من على الشمال العنصر الخامس. طب لو كان عايز الاوتبوت في 3 هيبقى العنصر السادس. طب عايز الاوتبوت اكس 1، اكس 1 يبقى العنصر الاول، وهكذا. الاوتبوت سهل، حل المعادلات التفاضليه. لو عندك اي مشكله عرفني في التعليقات ونسجل الحل بتاعها بالتفصيل، ما عنديش مشكله. واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتم منها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.